الاحترام والتقدير الواجب. العدد الكبير من حوادث الطرق التي يتم تسجيلها سنويا فيما تخلف من خسائر بشرية ومادية جسيمة جعل السلامة الطرقية قضية ذات أهمية كبرى تستلزم العمل على اتخاذ كل ما يلزم للحد من تفاقم ظاهرة ارتفاع عدد حوادث السير. وفي هذا الإطار يتم تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي هو تظاهرة للتعبئة ولتعبئة كل أفراد المجتمع وجميع الفعاليات التي لها علاقة بالسلامة الطرقية لنشر الوعي لأهمية الالتزام لقواعد السير والالتزام بالأدبيات والسلوكيات الآمنة في استعمال الطرق. وانطلاقا من الدور الذي تطلع به السلطة القضائية في تنفيذ قواعد مدونة السير وذلك بتقرير الجزاء الذي رتبته المدونة على مخالف قواعد المدونة السير فإن السلطة القضائية تساهم بدورها بفعالية في الوقاية من حوادث السير ليس فقط من خلال إيقاع العقاب الزجري وإنما كذلك بتفعيل قواعد تدبيرية وقائية نص عليها القانون تحول دون إمكانية وقوع حادث الطريق أو على الأقل التقليل منها. فقد تضمنت النصوص التي جاء بها المشرع في مدونة السير عقوبات تطال كل مخالف لمقتضياتها وهي إما أن تكون عقوبة أصلية وإما أن تكون عقوبة إضافية. والملاحظ أن العقوبات الإضافية يمكن القول أنها تدابير وقائية وتنسجم مع محور الأول الذي هو محور هذا المنتدى. منها أي من هذه التدابير منها ما يطال السائق ومنها ما يطال غير السائق. فالعقوبات التي تطال السائق الذي يخالف المقتضيات القانونية يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة معينة انضبط وهو يقود مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة. كما يعاقب بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها 3 أشهر إن كان يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب من صنف المركبة المعنية. وتطبق نفس الأحكام على السائق الذي يسوق على الطريق العمومي مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك وإذا لم يسلم الشخص كذلك الشخص ما لم يسلم الشخص رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها إلى مصالح الإدارة داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 32 من القانون المذكور فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء مع المنع من تقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء القضي والفصل 153 من المدونة. هناك تدابير كثيرة لا أريد أن أطيل فيها يعني العرض سيتم طبعه ويتم توزيعه فحفاظا على الوقت وترك المجال للمتدخلين لإلقاء عروضهم في وقت وجيز انتقل إلى العقوبات التي تطال غير سائق العربة. فهناك عقوبات إضافية قد تطال غير السائق للناقلة وهو ما يدخل في إطار التدابير الوقائية الرامية على التقليل من حوادث. من ذلك أن كل شخص
عرض او يعرض او يعرض او يعرض او يعرض للبيع مركبه او عده مركبات غير مصادق عليها او غير مطابقه للصنف المصادق عليه، او رفض اخضاعها للمصادق عليها، او اهمل ذلك، او ادلى بتصريح كاذب حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، وكل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع المركبة التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، وكل من أعاد استخدام مركبة خاضعة لتشجيج أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها، وكل من استمر في استخدام مركبة على الطريق العمومية خاضعة لتسجيل غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، أو استخدم مركبة خاضعة لتسجيل أو لسند ملكية دون الحصول على شهادة تسجيل أو سند ملكية، وكل مالك مركبة خاضعة لتسجيل أو اشترط وفورة على سند ملكية أو سائق أو حافز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي مزورة عليها، فإنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. المواد 156 إلى 162 من